يعني من مظاهر احتفال العيد بشكل ملحوظ ظهرت أعداد كبيرة من السياح لقضاء احتفالات عيد الميلاد في مختلف المدن السياحية المصرية، وده طبعا نظرا لعوامل كتير. لو هنتكلم عن الطقس المعتدل في مصر وكمان تواجد مقاصد سياحية وترفيهية كتيرة جدا، ولو اتكلمنا عن طبعا محافظة الأقصر اللي هي شايفة في الحقيقة إقبال كبير جدا من السياح بسبب طبعا الآثار اللي فيها، الجو الحلو اللي فيها. خلونا نعرف تفاصيل كتيرة جدا من الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك. برحب بيك يا فندم، صباح الخير عليك. صباح الخير استاذ بسنت، صباح الخير استاذ شاذلي، وكل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب عليكم وعلى مصر كلها طبعا ان شاء الله. حضرتك بألف خير. يعني حابين نعرف مظاهر الاحتفالات بالتزامن طبعا مع عيد الميلاد المجيد عامله ازاي في محافظه الأقصر؟ يمكن احنا اليومين دول طبعا في يعني نقدر نقول اجواء جميله جدا جدا، اجواء احتفاليه خاصه في الاقصر. يمكن المدينه كلها تزينت بشكل جميل جدا، الشوارع في الميادين في زينه بتاعت اعياد الميلاد وراس السنه بشكل جميل جدا، يعني حاز على اعجاب الزوار الخاصه بمدينه الاقصر. بنلاحظ كتير جدا من الزوار سواء كانوا مصريين او اجانب بيتصوروا مع يمكن الزينه الخاصه باعياد الميلاد بشكل جميل جدا يعني. بالاضافه كمان حتى اضاءه الجبل الغربي للاقصر برضو مديه منظر جميل جدا جدا. كل ده من خلال برضو الاهتمام بالبنيه التحتيه للاقصر كلها بصفه عامه. أكيد. الاهتمام بتقديم خدمات الزوار والسياحين بشكل جميل جدا يعني. طب لو بنتكلم عن يمكن جنسيات السياح دول، هيبقوا اغلبهم من اوروبا الشرقيه ولا منين؟ بالفعل يا فندم، هو اغلبهم فعلا من اوروبا الشرقيه، في بعضهم من امريكا اللاتينيه كمان برضو. يمكن هي اسواق مختلفه، دايما الوزاره بتحاول تجيب يعني جنسيات مختلفه من مختلف دول العالم بصفه عامه. طيب ده عظيم جدا. اعتقد ان محافظه الاقصر الايام دي بتشهد حاله من الرواج السياحي. لسه من كام يوم كنا حتى في مداخله مع حضرتك بنتكلم عن الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر وتعامد الشمس، وبكل تأكيد حضرتك ذكرت لنا أنه في عدد كبير جدا من السياح كانوا موجودين. نسب الإقبال كانت عاملة إزاي وإحنا استعدينا إزاي ليوم زي ده؟ يمكن إحنا عندنا على طول شبه كالندر كده، أو يعني نتيجة سنوية خاصة بالإيفنتس أو الأعياد أو الاحتفالات الخاصة بمدينة الأقصر تحديدا. يمكن نسب الأشغال أنا شايف إن هي مبشرة جدا جدا، الأعداد برضو كويسة جدا جدا بالنسبة للموسم ده مقارنة طبعا مع المواسم السابقة. يمكن زي ما حضرتك ذكرت الانقلاب الشتوي وتعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك، ده برضو كان كالندر ومناسبة محطوطة يعني يمكن في السنة على طول، في يمكن أجانب كتير بيجوا علشان يحضروا الإيفنت ده. بعد كده في قبل كده طبعا كان في الاحتفاليه بتاع الطريق الكباش، ودي كان ليها اثر كبير جدا في التسويق للاقصر ولمصر بصفه عامه باعتبارها مقصد سياحي مهم جدا، خصوصا في ظل الاكتشافات الحديثه اللي بتحصل في يمكن مصر كلها والاقصر. حتى الاحتفاليه نفسها كانت بعنوان الاقصر في ثوبها الجديد، هي طبعا حاجه مهمه جدا جدا. وقبلها طبعا كان موكب المومياوات والحاجات اللي هي السريه كده، اللي تعتبر خير سفير لمصر ان احنا بنصدر صوره مصر او قوه مصر الناعمه في حضارتها وفي ثقافتها للعالم كله، واللي احنا من خلالها دايما بنشوف اعداد متزايده من الاجانب والزوار اللي هم بيجوا يزوروا مصر. يعني زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي، لو انا يمكن قارنت من كام سنه كده فاتت انا كنت في الاقصر، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي، لا في اختلاف كبير جدا طبعا واضح حتى في الشوارع، وعجبني قوي المسرح اللي موجود ده والعروض اللي عليه. ولو انا بتكلم على، خليني اتكلم على يوم راس السنه بالذات يا فندم، ولو قارنته مع باقي ايام السنه، ايه مظاهر الاحتفال المختلفه اللي حصلت فيه لو قارنته مع بقيه ايام السنه؟ وهنعمل ايه عشان نسيب زي ما بيقولوا كده انطباع كويس عند السياح دول عشان يجوا تاني كمان شهرين وكمان ثلاثة ويجوا تاني في الصيف؟ يمكن احتفال راس السنة السنة دي في الأقصر كان مميز جدا. لأول مرة احنا بنشوف يمكن تناغم كبير جدا جدا ما بين ان أهل الأقصر المحليين والأجانب. أنا عايز أقول لحضرتك كانت الساعة 12 بالليل زحام غير عادي وغير مسبوق في شوارع الأقصر بصفة عامة. كان في يمكن
يعني شارع الكورنيش، في الشوارع الرئيسيه اللي موجوده في الاقصر كلها كانت بتشهد احتفالات. يعني مش هتكلم على مسرح واحد ولا على ميدان واحد، لا لا لا، البلد كلها كانت في حاله احتفالات. بمجرد حتى ما جت الساعه 12 بالليل معلنه طبعا بدء العام الجديد، الالعاب الناريه يمكن عملت في الاقصر جو جميل جدا ومبهج من كل الاماكن. فلا كان في احتفاليه كبيره جدا. فواضح هنا مش هتكلم انا بس على كمان مجهودات الدوله اللي حصلت، ولكن ايضا الشعب الاقصر ذات نفسه مضياف كانوا فرحانين جدا جدا بزياده الاعداد الزوار، وفي نفس الوقت برضو مناسبه مهمه جدا زي كده. فالناس كلها نزلت احتفلت مع الزوار الاجانب من جنسيات مختلفه في الشارع، كانهم يعني في تناغم جميل جدا جدا، وكانت ظاهره بصراحه حلوه جدا، وبنلمسها ان في بقى صداقه خلاص، وبقى في مثلا ود وتعارف ما بين الزوار اللي هم الاجانب وشعب الاقصر. خلاص بقوا اصحاب مكان زي ما دايما بنقول. طب عايزين نتكلم مع حضرتك عن الاثار اللي موجوده في الاقصر، الاثار القبطيه اللي موجوده في الاقصر، عن الاديره اللي موجوده، عن الكنائس. يمكن الكنائس الاقصر برضو ليها فيها اثار طبعا مهمه جدا بترجع للعصور القبطيه. في عندنا اديره برضو مهمه جدا، سواء اذا كان في البر الشرقي دير الشايب، في عندنا في البر الغربي دير الشهيد طودروس المشرقي، في عندنا في اسنا دير الشهداء، في يمكن اديره كتير جدا جدا طبعا ليها وزنها، بالاضافه كمان للاثار نفسها اللي هي اثار قبطيه المنتشره في متحف الاقصر للفن. في عندنا يمكن اثار قبطيه بنجد اثارها حتى وقتنا هذا، نقدر ندرجها كمان يا فندم في برنامج زياره السياح. بالتاكيد بالتاكيد طبعا في حاجات كتير جدا، حتى يمكن احنا معابد الكرنك ومعبد الاقصر وطريق الكباش موجود فيهم اثار قبطيه، ودي حاجات بتسري الاثار بصفه عامه وبتوضح مرحله مهمه جدا من تاريخ مصر القديم بشكل يمكن جميل جدا. فلا الاثار القبطيه طبعا منتشره وموجوده في الاثار المصريه بشكل كبير جدا يعني. طيب احنا يعني عايزه ارجع تاني لحته الماركتنج او التسويق. صحيفه ذا سان البريطانيه ويمكن استعرضنا ده امبارح مع حضراتكم في حلقه امبارح، انه الصحيفه دي وضعت مصر في مقدمه الدول المميزه، وخاصه لو اتكلمنا في فصل الشتاء. التصنيفات دي ليها مردود مهم جدا ودور كبير على حركه السياحه ونسب الاقبال. يعني ازاي اقدر استخدم المقاله زي دي من صحيفه انجليزيه مرموقه معروفه كل الناس يعني بتتابعها، عشان اجذب اكبر عدد ممكن من السياح، خاصه لو هتكلم على فصل الشتاء لكونه مميز طبعا في محافظه الاقصر. بالتاكيد يمكن المقاله دي ليها اثر كبير جدا جدا، خصوصا ان هي من الصحف العالميه المنتشره وليها انتشار كبير جدا على مستوى العالم مش بس في انجلترا. ده يمكن خير دليل على اللي حصل هنا في مصر من اعمال تطوير. يمكن عندنا يعني سمعتنا حلوه جدا جدا بره فيما يخص في التعامل مع الحاجات اللي هي الامور السياحيه، اللي حتى المشكلات اللي حصلت في الكورونا وغيره احنا يمكن شهدنا نسب كويسه جدا جدا بعد الكورونا. ده من خلال الاجراءات اللي خدتها الدوله طبعا للقضاء على المرض وعدم انتشاره. كمان في عندنا الاهتمام والتركيز على مقاومات مصر السياحيه. احنا في عندنا مثلا الفتره اللي حاصله حاليا والحروب القائمه مثلا في روسيا واوكرانيا، ارتفاع اسعار الغاز والتكلفه الحاجات دي كلها، مصر دلوقتي تعتبر وجهه سياحيه مثاليه جدا جدا للهروب من البرد القارس يمكن في اوروبا والحاجات دي. وطبعا التوجه فاحنا عندنا يمكن ايام كبيره يعني عندنا سبب قوي ان احنا نشد السياح اكتر واكتر. يعني انا مبسوطه جدا بالتطورات الكبيره اللي حاصله في محافظه الاقصر، وبنتمنى كده انه ان شاء الله كل ايامنا تبقى عيد، وان شاء الله يبقى في حاجات اكتر واكتر نقدر نجذب بيها جنسيات مختلفه لزياره طبعا محافظه عريقه زي الاقصر. كل الشكر ليك دكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار الكرنك.